ولا أعتقد أن الحصار على الجماهيرية العظمى يعني يعتبر ظلم صارخ. ليش أمريكا هي اللي تبيع الدول اللي تبيع تحصرها؟ ما يصيرش من الكلام هذا. العالم كله غير مقتنع من البداية بشرعية هذه القرارات، ومعروف أن أمريكا وبريطانيا وفرضتا هذه القرارات على مجلس الأمن. Is the great, you know, achievement. على أي أساس؟ لأن الآن مش واضح بتحاكم أمام من وفي أي مكان. هذا مباشر مش علب طماطم. طبعا يعني احنا نبعث لهم بالتعازي الحاره ونتاسف لحدوث هذه الكارثه، لان احنا يعني نحن نتالم مثلهم، لان احنا ايضا فقدنا اطفالنا وعائلاتنا في الغاره الامريكيه البريطانيه المشتركه عام 86. The British Consultancy House in Great Britain can reply or answer. الغرب ضحوك امام العالم لما قال الكلمه هذه، يعني اصحابها اصبحوا سخفاء في نظر العالم وفي منتهى الجهل والسخافه.